لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بل قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر، إلى يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة، ولو ألقى معاذيره، لا تحرك به لسانك لتعجل به، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، فلا صدق ولا صلي ولكن كذب وتولي، ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يك نطفة من مني تمني، ثم كان علقة فخلق فسوي، فجعل منه الزوجين، فجعل منه